عسلمة ومرحبا بكم الناس الكل، إن شاء الله تكونوا كلكم بألف خير يا ربي. اليوم باش نعملوا مع بعضنا إن شاء الله شباتي، حاجة روعة بنينة على الأخر، باش نعملكم معها السلطة مشوية، طريقة التحضير متاحة، ومعاهم كيف كيف الفريت عملناهم في الفور من غير قليان، وباش نوريكم كمية متاع 5 خبزات ما شاء الله، حاجة ياسر بنينة وتجيكم هكا خفيفة على الأخر وطرية برشا برشا. ما تنسيوش باش تشتركوا في القناة كان مازلتوا ما اشتركتوش، تفعلوا جرس باش يوصلكم كل جديد، وتخليوا لي كومنتير ولايك للفيديو كان عجبتكم. وتو من غير ما نطول عليكم نمشيو للفيديو متاعنا. وأول حاجة باش نبداو بها هي مكونات خبز الشاباتي. باش نستحقوا للمكونات 600 غرام فرينة باش نعملوا كمية 5 خبزات، معاهم باش نستحقوا 250 مللتر ماء دافي، تنجموا تسحقوا أقل وإلا أكثر أنتم والفرينة، معاهم كعبة ياغورت طبيعي تكون بدرجة حرارة الغرفة، يعني متخليوهاش في الفريجيدير كيفاش تستعملوها، معاهم 3 مغارف كبار زيت زيتونة، ماذا بيكم زيت زيتونة خاطر كله منفعة، ومغارفة كبيرة خميرة فورية اللي هي خميرة الخبز، ومع الخميرة باش تستعملوا مغارفة كبيرة سكر اللي هو سكر حبيبات العادي، ومعاهم باش نستعمل هنا انا باش نفوح الشاباتي متاعي مغرفة كبيرة سينوج اللي هو الحبة السوداء، هذا اختياري، ومعاهم مغرفة صغيرة ملح. هذا بالنسبة للمكونات. طيب باش نمشيو لطريقة التحضير. واول حاجة باش نعملوها باش نصبوا الفرينة في البول، انا باش نعمل باش نعجنها في روبو، وذي كان ما عندكمش روبو تنجموا تعجنوا بيزيكم، ما فما حتى مشكل وما يبدل حتى شيء في الروسيت. به صبيت الفرينة على روحها غاديكا. طيب باش ناخو الماء 250 مللتر ماء، صبيت فيهم الخميرة والسكر باش نخليهم يتفاعلوا لمدة 10 دقائق، نخلطوهم هكا مليح مليح، ومن بعد باش نغطيهم ببابي فيلم ونخليهم يرتاحوا 10 دقائق في عقلهم لين الخميرة تتفاعل مليح مليح. من بعد خليتها هي ترتاح في عقلها، وطبيكة باش نمشي للفرينة ونحط فيها الملح، وباش نزيد عليهم السينوج ومعهم الزيت وكعبة الياغورت، الكل مع بعضهم نصبهم بقية المكونات الكل. وتوا ما قعد لي كان باش نتفقد الخميرة متاعي طلعت ولين بعد ما تعديو 10 دقائق كيما تراو، هيك باش نوريكم عن قرب كيفاش عملت كل كشكوشه، يعني تفعلت دونك نجمو نستعملوها. نحط الروبو متاعي يبدا يعجن لي ونبدا نزيد بشويه بشويه في الماء والخميره. هنا انا باش استعملت 250 مللتر من الاول. من بعد انت وعينكم ميزانكم، كان تحسوا الفرينه ناقصه العجينه متاعكم ناقصه الماء او كتزيدوها بشويه بشويه، وكان حسيتوها 250 مللتر ماء يكفيها دونك ما تزيدوش الماء. انا هنا حسيت العجينه متاعي مازال طالبه شويه ماء دونك زدتها شويه بركه، او كديما نتوما عينكم ميزانكم ما نجمش نعطيكم بالضبط قداش تستعملوا ماء على خاطر الفرينه تفرق، يعني كل واحد ونوعيه الفرينه متاعو، فما اللي تشرب وفما اللي ما تشربش برشا. المهم انا تنوريكم كيفاش يزيدكم تتحصلوا عليها العجينه في الاخر باش يجيكم شاباتي ناجح 100%. انا هنا من بعد ما تعجن مليح مليح، مهم برشا يلزمكم تخدموه على يديكم بالكدا بالكدا، يعني اعركوه بالكدا لين تتحصلوا على القوام هذايا. اتنقرب لكم العجينه باش تشوفوها بوضوح اكثر. هذا هو القوام اللي حاجتي بيه كيما تراو، طريه على الاخر، وكي تجبدوها هكذا الى السيك وتلصق دوبليش في اليد. هنا باش ناخذ شويه زيت زيتونه نحطه في البول اللي عركت فيه كله باش هكاك كي تخمر ما تلصقليش، نحاول نمسح الزيت على جناب الكل ونطلع على الفوق خاطر هي العجينه باش تطلع، نحط العجينه متاعي ونزيدها شويه زيت من فوق ما نكثروشها، حكايه مغرفه صغيره نتاع زيت زيتونه، ونمسحوها هكا من الجناب الكل، وكي العاده نفلموها مليح بالبابي فيلم اللي هو بابي سلوفان، ونغطيوها بمنديله نظيفه ونخليوها تخمر على الاقل سويعه. خليوها تخمر كان داركم سخونه سويعه تكفي، وكان الدنيا بارده خليوها حتى ساعتين. وتو باش نمشيو نحضروا الحشو مع بعضنا. اول حاجه باش نحضروها هي السلطه مشويه. انا هنا باش نوريكم كل شيء من الاول للاخر. انا استعملت هكا جرون فلفل حار وحلو
ومعاهم 3 كعبات طماطم، شطار البصله وسنون ثوم. انا هنا عملت كميه صغيره على الاخر، ما جوست للي ساندويتش اكهو، يعني مش نعمل كميه كبيره. دونك باش نحط نشوي كل شيء مع بعضه، بيسكو انا ما نجمش نشوي على الفحم. دونك ناخذ قلايه هكا، ما تحاول ما تشدش يعني تدا حاجه بهي، وحطوا فيها الخضره نتاعكم الكل وخليوها تتشوي سله سله. انتخطان هي تتشوي على روحها. انا خليت كعبات بطاطا بقشرتهم، غسلتهم مليح مليح مليح، وطويكة باش نقصهم باش نعملوا بيهم الفريت. كل شيء باش نوريهولكم بالديتاي. انا هنا الفريت ما حبيتش نقليهم اليوم، حبيت نعمل حاجة هكا خفيفة، دونك باش نطيبهم في الفور وتنوريكم كيفاش. انا جوست باش نوريكم كيفاش قصيتهم. راهو البطاطا نوعية هذية، وحتى يظهر لي نوعية البطاطا الحلوة كي تخليولها القشرة متاحة راهي يسر بنينة تبنن على الاخر، خاصة كي طيبوها في الفور. واللي ما يحبش ينجم ينحيها، راه ماهيش بالضرورة تخليوها القشرة. دونك انا هنا بعد ما كملت قصيت البطاطا نتاعي كلها، وكيما تراو راني قصيتها خشينه شويه كيما هكا، يعني ما خليتهاش كيما الفريت العاديه اللي نستعملوها ولا اللي ناكلوها لبرا. هكا كيما تراو خشينه شويه هكا، انا شتيتها اليوم هكا. دونك باش نكمل نقصها الكل كيما الكلهم كيف كيف، ومن بعد باش نفوحها. باش نحط شويه زيت زيتونه، حكايه مغرفتين كبار زيت زيتونه ما نكثروش. ومن بعد باش نفوح. انا عندي افاح هذيا مخلط فيه شويه هكا كليل وزعتر، اوريغان، شويه حبق، حاسيلو مخلط الكل، وديما نخليه سبيسيال نتاع فريت. دونك باش نفوح بيه البطاطا نتاعي نحطو مغرفه ونص كيكه، ومن بعد باش نكمل نخلطهم مليح مليح لين الافاح الكل يدخل في البطاطا وفك الزيت. ومن بعد باش نكمل نزيد عليهم مغرفه صغيره ملح، وحكايه مغرفه صغيره كركم كيكه ولا مغرفتين صغار انتما والذوق نتاعكم. انا نحبها كتجيني صفرة شويه. وتو باش نعاود نخلطهم بالكدي بالكدي، ونكونوا حاطين الفرن نتاعنا قاعد يوصل على 200 درجه. ومن بعد باش ناخذ طبق كبير نحط عليه بابي كويسون ونصب عليه البطاطا الكل، ونحاولوا هكا البطاطا نحلوها من الجناب الكل باش هكاك تجينا الكلها طايبه كيف كيف. نحطها تيب تو على روحها في الفور، ونرجع نتلهيو بسلطه مشويه نتاعنا. هنا سيطه بتسلى سله في عقلها. تو باش نحيها الكلها وباش نمشيو نقشروها. انا هنا في التقشير نتاع السلطه المشويه راني نحبها تبدا فيها شويه من الكحوليه نتاع السلطه نتاع الفلفل ولا الطماطم. دونك كي نقشرها نخلي هكا شويه بركه قشره على المنظر، ونحبها هكا نحسها تشهي هكا، نحسها حتى تزيد بنه زيدا. وتنجموا ثم كي ما تحبوش نجموا تنحيوها على الاخر. هنا دونك باش نكمل نظف السلطه نتاعي كلها، وباش نرحيها بالكدا بالكدا. هني ساي كملت قشرتها، وهذو مسنون الثوم زادا كيف كيف اللي شويناهم، باش نكمل نحطهم مع بقيه الخضره ومقعد لي كان باش نرحيها الكل مع بعضها. وهذه سلايطه نتاعنا حضرت ساي، تعمل الكيف حاسيلو جات موزوزه وبنينه على الاخر. توا مقعد لي كان باش نفوحها، باش نحط شويه زيت زيتونه، وباش نحط معاهم هنا تيبلو كرويه. احنا هنفوحوها بالتيبلو الكرويه، فما شكون يفوحها كان بالكرويه، فما شكون يفوحها في الفلاك حلو ملح. انتم تفوحوا كيما تحبوا، وكل واحد كيفاش مستانس. طويك راهي الماكله والتفويح خاصه ما فيهوش قواعد، خاصه اللفاح به. طب خلطت هذوما الكل مع بعضهم، زدتهم شويه ملح، وباش نخليهم على جنب. وكيما تراو قداهيش تشهي. نرجع طويكة لبقية المكونات باش نحضروا الاومليت مع بعضنا. خليت 5 كعبات عظم على قد الخبزات. عندكم مثلا 5 خبزات تعملوا 5 كعبات عظم. باش نعملوا الاومليت حطيت معهم ملح، ومعهم قصيت شويه معدنوس وبصل جويدين، وما تنساوش بالطبيعه رشه الفلفل الاكحل. راكم تنجموا زيد الاومليت فوحوها مثلا بشويه هريسه، زيدوها الطن، يعني تنجموا تزيدوا حاجات اخرين كيما تحبوا نتوما. باش نركضهم مليح مليح مليح، ومن بعد نمشي ناخذ قليه تكون ما تشدش، نحطوا فيها شويه زيت زيتونه، ندهنوها كامل الجناب الكل، وباش نطيبوا الاومليت نتاعنا. كل مره نصبوا شويه من اللي حضرناه الخليط هذيك.
اكيد كينقص عليكم التعب، ما تقعدوش كل خبزه تحضروا لها في الاومليت نتاعها، او كخلطوهم الكل مع بعضهم، من بعد تصبوا بشويه بشويه وتحاولوا تستفيوها هكايا وتدوروها تجيكم كعبه مدوره كامله. باش نكمل الكعبه الثانيه والكعبه الثالثه اللي نحضروا الكعبات الكل. طبعا كملنا حضرنا المكونات نتاع الحشو الكل، نرجعوا للشباتي نشوفوا قداش خمر. كما تراو ما شاء الله طلع بالكدا بالكدا. توا باش نحيلو اكل بابي فيلم، نعملوا عليه رشه الفرينه، وباش نحيو الغاز اللي في وسط الكل. من بعد نحيو العجينه من البول ونحطوها فوق البلان طرافاي، ونعملوها هكا نحلوها هكا كيما البودا، باش هكاكا نقصوها يعني نعملوها في شكل خمسه خبزات. انا استعملت خمسه خبزات، راهو تجيكم الطاي نتاعهم به برشا وحتى الخشن نتاعهم. وكان تحبوا تعملوا اقل تنجموا تستعملوا نصف الكميه هذه، وكان تحبوا تعملوا اكثر دونك تعملوا دوبل نتاع الكميه. طويكه باش نكعبرهم كيما هكا، وديما نحطوا الفينه من لوطه بيسكو البات ما شاء الله طريه على الاخر، دونك باش ما تلصق لكمش او كديما حطوا رشه صغيره فرينه. كملت حضرت خبزتي باش نحطهم في بلاتو، وكل عاده رشه الفرينه ما ننساوهاش، ونبداو نحضروا في الخبزات نتاعنا. ناخذ اول كعبوره نحطيت الفرينه، وباش نبدا نحل فيها بشويه بشويه. ماذا بيكم ما تحلوهاش ياسر جويده وما تخليوهاش ياسر خشينه، على خاطر احنا تو باش نعاودوا نخليوها ترتاح شويه، وكيف تطيب من بعد راهي باش تزيد تنفخ. دونك اتنوريكم انا كيفاش الخشن اللي لازمكم تخليوه، وحتى الكبر هكا به برشا، وهذاك هو الخشن اللي حاشتنا به. وباش نكمل الخبزات الكل كيف كيف، ومن بعد نخليهم يرتاحوا على الاقل 20 دقيقه. وتو باش نمشيو نطيبوهم مع بعضنا. ناخذوا مقله ما نحطوا فيها حتى شيء، لا زيت ولا زبده، جوست اكي كنسخنوها، ونحطوا الشاباتي تيب سله سله. ردوا بيكم تحطوها على نار قويه، راهو يتحرق لكم من برا ويجيكم ني من داخل. كي يبدا سله سله يجيكم لونه كيما هكا ذهبي، يعمل الكيف، وحتى ريحته تخرج بنينه على الاخر. وكيما تراو تبارك الله كيفاش البات نفخت، يعني راهي ناجحه 100%. ومن بعد ما تنسيوش باش تطيبوه من الاجناب الكل هكا، حاولوا وسعوا بالكم شويه ومشدوه، ردوا بالكم تتحرقوا بمغرفه، وحاولوا طيبوا الاجناب الكل باش ما يقعدوش نايين. وكملت الخبزات الكلهم بنفس الطريقه. طبعا هذوما هما خبزتنا، حضروا كيما تراو فيهم يعملوا 66 كيف، ما نحكي لكمش على الريحه اللي في الدار تبارك الله ما شاء الله. وكيما تراو فيه طيب في حقه من الاجناب الكل، واللون هكا ذهبي يعمل الكيف، ماهيش محروقه، هذيك على خاطر طيبتها سله سله. وكيما تراو فيه قدهوش طري وهشوش. هاني باش نقص لكم الكعبه وتشوفوها من داخل كيفاه جات. فوالا راكم تراو فيها جات طايبه بالكدا بالكدا. توا مقعد لي كان باش نحط الحشوه من داخل. اول حاجه نحطها هي الجبن، انا عندي جبن هذيك لافاش كيري، وتنجموا تستعملوا مايونيز، تنجموا تستعملوا اي نوع اخر نتاع جبن، حسيلو في الحشو نتاع الشباتي تحطوا اللي تحبوا. انا حطيت الهريسه هذيك لازم عاد. ومن بعد باش نحط السلطه المشويه، ومعهم الاومليت وشويه بصل هكا احمر يزيدوا بنه على بنه، وجبن، واخر حاجه باش نحطها هي التون. ويكون الشباتي نتاعنا حضر، حاجه تعمل الكيف كيما تراو فيه، بنه على بنه هيك كعبتنا كيفاش خرجت في الاخر تبارك الله. حاسيلو ما نحكي لكمش على البنه هكا، وحدكم تشوفوا في التصويره باش تنطق تبارك الله. لازمكم تجربوه بالحق، راهي حاجه سهله على الاخر. وهكا وريتكم كل شيء بالديتاي، وهذو هما الفريت نتاعنا بعد ما بردوا شويه، حطيتهم معاهم شويه هريسه وصوص الجريان، ويكون الفطور نتاعنا حضر. وما ننساوش البوغا، حاسيلو فطير يعمل الكيف. حبيت جست نوريكم الخبز كي قصيته في ثمين كيفاش من داخل، بنين 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 على الاخر، والله تري تري وبنه غير عاديه. ان شاء الله يا ربي تجربوا هالوصفه، انا متاكده باش تعجبكم 100%. وما تنسوش باش تخلوا لي كومونتير من بعد ما تتفرجوا في الفيديو،
لايك وتدعموني بالاشتراك في القناة. وحنا ان شاء الله مقعدي كمش نقول لكم بسلامة ونتقابلوا في وصفة قادمة. أتري بيانتو.